التجزئة الخضراء، خرجنا من التجزئة الخضراء، هذاك اللي كتشوفوه في الواجهة هو السوق النموذجي. ها بلاتي ها بلاتي يا السي، ها مولاي يشوف عليه، هذاك هو السوق. تشوفوا الجزارة مولين الدجاج مولين اللحام، ها الورود للبيع، كوار للبيع، كوار من 2 دراهم حتى 3 دراهم للكيلو، كل ما كانت الثمن مرتفع كل ما كانت الجودة واللذة في الكوارة. واحد السيد هاز كوارة تبارك الله، يقول لك فيها 13 حتى 15 كيلو. صحتك الحبيب صحتك. هنا في شارع المهدي بن تومارت، هذا هو شارع المهدي بن تومارت، كينزل حتى لتحت. لا حنا غادي ندورو الى شارع عقبة المنافع. البطاطا خد الله، البطاطا خد الله، طيخ 3 دراهم للكيلو، 4 دراهم حتى 5 دراهم للكيلو. نقول لكم على حسب الجودة. الكوار اللي مشرب ابيض وخضر خير مولانا، على اليمين جنان المساري، على اليسار كوديا او حي الرحمة. شارع عقبة المنافع، اليوم غتكون الجولة مفتوحة. ها الكوار، وانا من طبيعتي كناكل الكوار. شرينا وحده ثم موالي للخير، شرينا وحده البارح ب 250، 2 درهم و50 كيلو، فيها 13 كيلو، حسبنا تقريبا ب 30 درهم، ولكن سبحان الله العظيم لذيذة لذيذة لذيذة. ما تندمش واخا تشريها ب 40 درهم. ها انتم اخوتي، ها الكوار، الصلاة على النبي. ها كل وحدة تبارك الله لازم تنطاق. صيدلية الرحمة هي الوحيدة اللي كاينة في حي الكودياء أو حي الرحمة، وهذه هي المقاطعة، المقاطعة ديال الكودياء هي. أنا قلت لكم اليوم ما عرفش فين غادي، غير غادي وصافي. نتمنى ونصيبوا الهدف يكون احد المتابعين ديالنا او المتابعات ديالنا مرينا من حدا المنزل ديالهم، ولا انهم شافوا شي حاجه كياخذهم الحنين ليها. 0 هنا كاين هذه المنطقه سميتها سكنه والتعمير، وهذيك القبه اللي كتشوفوا ديال المسجد، هذاك مسجد الامام علي، قليل اللي كيعرفوا بهذا الاسم هذا. ودرنا فيديوهات مرارا في ديك المنطقه هذيك ديال السكنه والتعمير، رجعوا الفيديوهات السابقه وغادي تشوفوا بلي انه الكلام ديالنا راه صادق. صيدليه ابن سينا، تحيه لكل المستخدمين في هذه الصيدليه، هذه كاينه في الوفاء، في حي الوفاء، تابعه لحي الوفاء. حي الوفاء فيه صيدليه ابن سينا، في صيدلية الفردوس، في صيدلية الوفاء، وفي العديد من الصيدليات في الحقيقة. هذا المركز هذا كيفرق شارع بوحنيني على شارع عقبة المنافع.
هذا شارع بوحنيني اللي هود واللي غنكملوا عليه ان شاء الله، غنمشيو نيشان شارع عقبه بن نافع كنظن. على اليمين مقابر التسامح، مقبرة ديال النصارى ومقبرة ديال المسلمين ومقبرة ديال اليهود. وهاد المطر شحال فيهم في الصباح، وشي مطر في العشية كيكونوا في الكورنيش كيقيموا القيامة خوتي. عرفتي داك الصوت عندهم زايد فوق القانون، كيدوز كيهز السما ويخبطها، كيخلع عباد الله. حر حر، مالنا السي مالنا، مالنا على هاد الهلع. شي مطر كنهضر هذيك المطر الكبار كيكسيري عرفتي، ولكن هو ترويع في عباد الله، وهو قادر يمشي بلا ما يدير داك الصوت هذاك، ولكن الانانيه قتلتنا قتلتنا. كنبغيو نبينوا راسنا بديك الطريقه هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. سيدي جي هادي حي السيدي جي، وتحيه لساكنه السيدي جي، متابعينا من حي السيدي جي تحيه لكم، الف مرحبا بالجميع. الله 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 الله، الودنين ديالي غيتفرقعوا انا بهذا المطر. هذا المطر اللي كيكون يطلق هذا الصوت كيكون مطر قديم في الحقيقه، وربما كاين اللي كيزولوا داك السكابي باش يعطي داك الصوت بالعاني. غنقولوا دابا بنهار ما كاين مشكل، ولكن في الليل الناس ناعسه غر 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 غر. اش نقول لكم، مطر اخر الزمان وصح. غندخلوا دابا ندير واحد الدويره في المنار واقيلا. الكوار والبطيخ تبارك الله تبارك الله، هذا الوقت ديالو. والكوار الا كانت كواره لذيذه ما تضركش، ما تضركش واخا تكثر منها، ولكن الا كانت عيانه انتظر الاسهال. وين تجينا ونجيكم، حاولوا تستافدوا منه، راه فيه فيتامينات كثار، خصوصا هاد الوقت هذا راه غادي يمشي وقته وغتبقى غير اللذه ديالو في اللسان. تجاه المنارة خوتي شي دويره خفيفه تما، شفتوا المكاتب فين داتنا، ما كنتش عوال على المنار. في طريقي إلى حي المنار وإلى ساكنة المنار، أعزائنا في حي المنار وما أكثرهم، الحمد لله أي مكان لجأنا ليلو إلا وكنجبروا متابعين. دخلت اليوم وجبرت سيل من الردود من واحد الأخ من كندا من مونريال، مشكورا مشكورا مشكورا. مشكورا على السيل من الرسائل ومن الكلمات المعبرة. كندا قال لي ارتاح، حنا كنتابعوك. الحمد لله الحمد لله، الشكر لله. كاين متابعة من كندا، من امريكا، من اوروبا، من اسيا، من افريقيا. الحمد لله، حنا كنحمد الله ونشكروا العريشيين في كل حدب وصوب كيتابعوا هاد المناظر هذه. انا ما عرفتش كيفاش جيت للمنار، ما شعرتش. انا قلت لكم رانا غير غادي، لكن هذا الشيء جميل كيفرح. هنا الاشجار على اليمين وعلى اليسار ما كانتش، عاد ولات دابا. باقي الناس كيركبوا في الموطور ديال ثلاثة الروايض، جماعات وزرافات كما كنقولوا باللغة العربية. هذا الشيء اخوتي راه فيه خطورة. هادو هما الطوبيسات الجداد اللي كيقولوا جاو من اسفي، هما هادو
كيهزوا العاملات ديال المعامل اللي كاينه في العريش. شي واحد سولني قال لي كيفاش جاوا الطوبيسات من اسفل العريش. اخي الله اعلى واعلم، ما نقدرش نقول لك شي حاجه لا افهموا فيها. طوبيسات جداد، تحية لأخي وصديقي من حي المنار حسينة خيرون، رئيس فريق جوهرة العرائش كرة القدم الرجالية والنسوية. وتحية لأخي وصديقي سي محمد بن المهيدي الرجل الحقوقي رئيس جمعية حقوق الإنسان. تحية لكل الإخوة والأخوات اللي كيتابعونا من هنا، حي المنار يحييكم. قطيع من الأغنام، طوبيس جديد، طوبيسات جداد كاين في حي المنار. مش غادي نقول لكم أخوتي حي المنار مع الخلا والقفار. تحية لساكنة حي المنار من المنار واحد إلى المنار جوج. أنا ما كنعرف شي في والله، ما كنعرف في المنار واحد والمنار جوج، أنا غير دايز وصافي. تحية لكم كاملين، نتمنى ونتمنوا حي المنار يرجع بحال مثلا على الأقل بحال المدينة في الوقت الراهن، وما نشوفوش هاد الأشواك وما نشوفوش هاد الخلا والدرع. شوفوا الدنيا زوينة، الدنيا حضارية. يوم حار، حرارة وعبدو ربيه من سكان التجزئة الخضراء وصلنا الحرارة يا أخوتي بالصح، حرارة بالصح. احنا والله اللي علم بينا في السكن ديالنا، كنفيقوا على الصهد، نعسوا على الصهد، الله يلطف بينا وبيكم. قولوا لنا تنتوما واش عندكم شي برودة، واش عندكم شي حرارة، كيفاش كتمر هاد الأيام بكم، الله يلطف بينا وبيكم. آمين يا رب العالمين. المنار، المنار، تحية لساكنة المنار اللي طليت له على المنزل ديالو يقول لي أنا. وما زلنا في حي المنار، وتحية لأهالي المنار. وأنا متأكد كاين هنا اللي متبعني من هنا حي المنار، تأكد وبان، بان عليك الأمان. نطلب الله تكون المنار منارا لمدينة العرائش في المستقبل القريب بحول الله. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية لكل أهالي حي المنار. كان معكم أخوكم أحمد قناة إيسي لغاش.